Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Amin. Di video kali ini, saya Nani mau ajak teman-teman buat tilawah juz pertama dalam Al-Quran. Tentunya, jangan lupa hati ya. Mau tahu bagaimana bacaannya? Ya kita sama-sama simak bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa'imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Sekian yang sudah saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.